السيد عبد الصمد أبو السعود، السيدة شيماء العنكوري، السيد عبد الوهاب وينزل. كما انتخب السيد حسن السامي رئيسا لهذه اللجنة، والسيد محمد مرابط نائبا له. أما اللجنة الخامسة فلم يتم استكمال تشكيلها، فتم تأجيل استكمال تشكيلها لعدم اكتمال العدد القانوني الذي يجب أن تتضمنه، بالتالي فتم إرجاء استكمال تشكيلها إلى دورة لاحقة. تم عزل المجلس إلى النقطة الرابعة والمتعلقة بالدراسة والمتعلقة على تغيير القرار الجماعي المتعلق بصباغة واجهات المباني. هذا القرار الذي كان محط انتقاد الجميع، الشيء الذي دفع بأعضاء المجلس وبإجماعه إلى المصادق على إلغائه، وصادق المجلس الجماعي كذلك بإجماع جميع أعضاء الحاضرين على المصادقة على الترخيص بالاستفادة من الماء الصالح للشرب وكذا الكهرباء في النقطتين الخامسة والسادسة. وأما بالنسبة للنقطة السابعة والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على قبول هبة عبارة عن قطعتين أرضيتين، فقد حظيت هذه النقطة كذلك على إجماع جميع أعضاء الحاضرين على قبول هاتين الهبتين. وفي النقطة الثامنة والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على اعتماد شعار الجماعة، فقد صادق المجلس كذلك بإجماع أعضاء الحاضرين على اعتماد شعار الجماعة والمقترح من طرف المجلس بعد إدخال بعض التغييرات الطفيفة عليه. وقد عرفت النقطة التاسعة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جامعة العلمي وجمعية الرقة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي النقطة العاشرة والأخيرة المتعلقة بالتداول في جميع الإجراءات اللازمة لإيجاد هذا السوق، وقبل رفع الجلسة والإعلان عن انتهاء هذه الدورة تليت بقية الولاء وإخلاص إلى السادة العالية بالله، إلى السادة العالية بالله مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله أن يده. وشكرا. شكرا سيد نائب كتيب المجلس، وعلى بركة الله نبدأ في الدراسة والتداول في المقدمة في جدول أعمال هذه الدورة. النقطة الأولى الدراسة والمصادقة على قرار سن الجولان. إذن نأتي إلى النقطة الأولى من جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على قرار السير الجولان، هذا القرار الذي عرف مسطرة طويلة من قبل أن يعرض عليكم، وأترك الكلمة للسيد محمد برادة ليبدو على مسامعنا مشروع هذا القرار فليتفضل مشروعا. السير والجولان، فقد عقدت لجنة السير والجولان يوم 23/2/2022 على الساعة 11:00 صباحا بمقر الملحقة الإدارية الأولى بالعلوي اجتماعا لدراسة وضع إشارات المرور داخل المجال الحضري لمدينة العلوي، خصوصا وأنه قد تم مؤخرا إحداث طريق مدارية تربط بين الطريق الوطني رقم 2 انطلاقا من المدار الواقعة بالقرب من فضاء زينب إلى غاية المطار الدولي الناظور العلوي، مرورا بالقطب الحضري العمران والتي تعرف حركة كبيرة للسير والمرور، وهو الشيء الذي يستلزم وضع إشارات طرقية بها من أجل تنظيم محكم وجيد للمواصلات تفاديا لحدوث حوادث السير. وبعد مناقشة وضعية السير والجولان داخل مدينة العلوي، انتقلت اللجنة إلى الطريق المدارية المحدثة موضوع هذا المحضر للوقوف عن كثرة عن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها من أجل تنظيم عملية السير والمرور لهذه الطريق، حيث تم الاتفاق على ما يلي: أولاً وضع إشارات منع الوقوف والتوقف على طول الطريق المدارية الجنوبية الرابطة بين الطريق الوطني رقم 2 انطلاقا من القنطرة التي توجد قبل التقاطع الطرقي بمحور شارع بني المهدي والطريق المداري إلى غاية مدارة المطار الدولي الناظور العلوي. ثانياً وضع علامات الوقوف الإجباري بالشوارع التالية: جميع الشوارع الملتقية بالطريق المدارية الجنوبية الرابطة بين الطريق الوطني رقم 2 والمطار الدولي الناظور باستثناء المقاطع الطرقية التي توجد بها المدارات، حيث يتم تنظيم المرور بإشارات حق الإسبقية. ثالثا وضع علامات تحديد السرعة على طول هذه الطريق. ربما غادي ضفت واحد النقطة رابعة، وهي غادي تكون أنه غادي يكون ممنوع الوقوف والتوقف انطلاقا من القنطرة المتواجدة بالقرب من أكروني الطريق المؤدية للمطار من شارع الحسن الثاني الطريق القديمة إلى غاية المطار،
لانه تم بعض الامور اللي من الضروري انه احداث هذه الاشاره ديال منع الوقوف والتوقف، هو كان كيوقفوا بزاف ديال الناس مع رمي الازبال الى غير ذلك. كما تجدر الاشاره الى انه غادي واخا ما كايناش هنايا ولكن ما غاديش ندخل في هذا المشروع ديال القرار، هذيك الاشارات الكبيره لي بانو اللي كيدلوا على انه كاين اتجاه ديال المطار الدولي، غتكون وحده الطريقه بالمداره الواقعه قرب فضاء الزينة، وحده عند الخروج من المطار اللي كتبين على انه كاين طريق يعني مداريه يمكن ان الانسان يتخذها كولوجيا ولا ك خارج المدار ديال المدينه ممكن انه يسلكها. وشكرا. شكرا سي محمد مرابع. اذا كانت هناك اضافه او ملاحظه معينه. لا احد داخل ولا السادة ممثلو وسائل الإعلام، الإخوة الأعضاء والعضوات، الحضور الكريم، بالنسبة لمشروع القرار الجماعي المتعلق بتنظيم السير والجولات بمدينة العروين، يعني كنشوف فيه بالنسبة للمدينة والبنيات اللي تزت لها يعني قرار صائب، ولكن الملاحظة اللي عندي الملاحظة الوحيدة اللي كاينة في هذا القرار السير والجولان، ربما سيد الرئيس ولا الإخوة اللي سهروا على هذا تنظيم هذا القرار غفلوا واحد الحاجة بالنسبة للطريق المدارية المتعلقة بالطريق المدارية الجنوبية الرابطة بين المطار وبين المدخل ديال العروين، هذه اللي كنهضروا عليها السير الردى راه عندها واحد الإشكال فيها، ديك الطريق كما كنعرفوا كاملين راه دارت على الوادي والأرضية ديالها راه هشة. غفلتوا باش غادي ديروا تما شي بلاك شي اشارات لمنع لي بوالور يعني الوزن الثقيل، ديك الطريق راه اصلا راه مهدده جات على جنبات الواد، بناء على التوصيات ديال مكتب الدراسات اللي خدم تما راه ديك الارضيه هشه ما غاديش تقبل، غادي يكون تما غادي يدوز من تما شي كاميوات ولا شي طوناج من 7.5 طن لفوق، راه كيشكل خطر داك الطريق راه ما غاديش تبقى صالحه الا بقات محلوله للكاميوات، خصكم ما تغفلوش هذا الجانب وشكرا. راه كاين خطر الا دازو تما لي بوالور راه داك الطريق ما غاتبقاش صالحه وشكرا. الا سمحتوا دارت باش تخفف على السونطابيل ديال المدينه، دارت باش الشاحنات ديال الحجم الكبير ولا الصغير باش يدوزوا عبر الاطراف ديال مدينه العويه على الطريق المداري، هذيك اصلا الطريق المداري دارت على حساب الشاحنات وغيرها باش يدوزو من تما باش يخفوا على السونتر فيك، ما يبقاوش يدوزو من المدينه اللي كانت كتعرف واحد الاكتظاظ كبير خصوصا فتره الصيف، لدرجه اننا كنا هضرنا مع الاخوه ديال المجلس اننا غنديرو شوفوا باش نديرو واحد القرار انه الشاحنه ذات الحجم الكبير ولا الصغير نحددو لها واحد التوقيت اللي غتبقى تدخل للمدينه معين وباقي الاوقات ما تدخلش يمشي في الاطراف ديال المدينه. دور هاد الدراسه اللي كيقولوا هما ما ظنيتش انا ما عمري سمعت اول مره كنسمع انا هاد الدراسه باللي كونكوا راه التربه هشه وغتاثر عليها كذا، واصلا الطريق دارت على حسب هاد الشاحنات هاد باش ما يبقاوش يدوزوا في السلطه، هذا حسب علمي حسب لجنه السير والجولات، وكنا تدارسنا فيها واجلنا هاد النقطه حتى من بعد نشوفوا مع الجماعه السبل اللي غادي ننظموا بها، لانه كاين بعض الشاحنات اللي كتجيب مواد البناء، كاين اللي كتجيب السلعه، كاين اللي كذا، ومرتبطين التجار بهاد الشاحنات، دونك خاصنا الى اتخذ قرار يتخذوا واحد القرار اللي ما يقدرش ان مجموعه من القطاعات اللي كتشتغل مع هاد الشاحنات هاد. شكرا. انا حضرت باش 3 متر كيجبدوا 3 متر اللي كانوا كيحفروا تما كيجبدوا حاجه كيهزوا بها. ديك البلاصه جات على جنبات الواد راه هشه راه ظاهره للعيان ماشي شي حاجه غادي نكروها. بالنسبه للحوامل الحموله الثقيله راه اصلا ديك الرمبونات اللي تما راه ماشي ديال الكاميوات الكبار، الا مشينا دابا خدينا شي كاميو رومورك اللي كيجر راه كاين بزاف ديال المدارات تما ما غاديش يخرج منهم،
وانا كنعطيك اليقين و100% متاكد شتي الا دازوا لي بوالور تما ثلاثه اربعه د الخطرات ديك الطريقه غادي تمشي. هذا الشيء اكيد. حنا راه عندنا طريق شماليه، راه كاين طريق ملي كاين باساج خور ديك الطريق الا كانت كتستحمل مرحبا، ولكن دابا واش ندير واحد الحاجه على 6 شهور 7 شهور غنبقاو نضيعوها؟ لا. كاين الشاحنات الكبيره راه عندها منين تدوز، وانا معاك في هذا الشيء اللي كتقول غادي نوقفوا في المدينه غادي يدوزوا غير بالليل، ولكن الا شفنا غادي نضيعوا واحد المرفق الطريق ما غادي نستغلوها تاع عام صحيح، راه جنبات الوادات. علاش زادوا لي فيرسو لهذاك الحجر كالاو به؟ حيت كاين تما واحد 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 الانهيار ديال التربه. هنا عند القنطره راه كاين انهيار ديال التربه، الطريق كاع ما بداتش ما خدمتش، كانت تما انهيارات ديال التربه، الطريق ما بداتش كاع اصلا. في الاخر دارك الامر زادوا لي كافيه، راه واضح العاير. يعني انا هذا الشيء اللي كنشوفه الساده الاعضاء المجلس لهم واسع النظر، مساله واضحه، راه لا دازوا تما لي بوالور غادي يمشي ديك الطريق. وشكرا. ولكن ربما انهم قدروا يمشيو في التحديد ديال الوزن مثلا ديال الشاحنات اللي عندهم واحد الحموله معينه، ربما نقدروا نناقشوا الدوبل بون، ربما نناقشوا لي كاميون ميل 20، ولكن كاين بعض الكاميونات اللي ما يمكنش انك غادي تمنعهم يزوزوا من تما، خصوصا انهم كاين واحد الطريق اللي كيربط الطريق ديال الدويليه، كاين فهمتيني انه كاين الناس اللي ربما تيمشيو بالماء، كاين الناس اللي فهمتيني ما يمكنش انك غادي قدروا يمكن تحديد الوزن بوسيبل. تتفق معايا سي مرنا؟ لا لا تذكرتي حددت المدير ديال الماء غادي يدوز لكاميونات الصغار لي فوركو غادي يدوزو، ولكن رومورك ولا لي بوالور ولا اللي عنده اكثر من 7 طونس ديك الطريقه ما غاديش تستحمل. وحنا الى سطو الله حيين غادي نشوفوا النتائج الى دازت. غادي نشوفوا بعض الاخبار، ولكن المجلس خص ياخذ معنا الاعتبار المقارن ديالو. بالنسبه للي بلاك اللي غادي يتداروا هذه الاشاره الطرقيه، راه الشركه نائله الصفقه هي اللي راه مكلفه، يعني السي بي اس شنو فيه بالنسبه لهذه الاشاره الطرقيه اللي غادي تكلف بها، ماشي بلديه، باش هذا كتوضيع اخر. الشركه ديال بيول ديال اللي عندها في المارشي، عندها في المارشي هذوك الاشاره الطرقيه ديال هادشي اللي استردناه دابا، فهمتيني؟ هي اللي غتكلف فعلا بناء على اذا الى الشركه اللي غادي تكلف ديال البلايك اللي يعجبوا ليها ولا لا ماشي على هذا الشيء اللي بغيتي تسمع باش تفهم زين. دابا الشركه عندها في المارشي هادو علامات التسويق كونتيتي محدده، حنا اللي حددنا اليوم فين غيديروا علامات التسويق. السيده جات السير والجولان جلست معاهم واجتمعات وخرجت العين المكان ودرست الطريق كامله وحددت فين غيديروا هاد العلامات كامل. دونك هو دور شنو هو؟ اللي حددنا ليه اللي غادي يجيب هو غادي يجيبه وغادي نركبه. اسيد باش اللي حددتو ليه بزاف، حنا لا داعي باش نصوتو كمجلس عام. لا ولكن اسمع 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 اسيد الباشا ما وجدتولوش بناء قرار السيد، راه ما يدارش هادشي، لان حنا تنقولوا لهم فين غادي يحطوا دوك لي بان. بناء فوجي مقترح نخرجوا به كمجلس لمصلحه السكينه، ماشي بلاكه ديال 50 درهم اللي غادي تكون فيها ممنوع بوالور اللي غادي تمنعنا باش نحميو المصلحه ديال الطريق العامه، ماشي بلاكه ديال زيد تفضل. شوف غير لجنه السير والجوال بالنسبه لنا لا حددنا البلايص اللي هما كيشكلوا خطوره، البلايص اللي غيدير فيهم ممنوع الوقوف والتوقف، البلايص اللي غيدير فيهم ديال ديال الاتجاه ديال 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 المطار، يعني حددنا البلايص اللي غادي يكونوا تما. حنا ما عندناش مشكل، حنا الا ركبنا البلايص ودوزت واحد المده ولاحظنا ان واحد البلاصه ناقصه تشوير ولا البلاكه ما خداماش ولا كذا، غادي تعاود ديريكتي في السير والجوال وتعرض على المجلس ونصادقوا عليها، ما عندناش مشكل. حاجه غيرناها ماشي مره ولا جوج. راه شحال مره كدير بلاصه كدير فيها ممنوع الوقوف والتوقف وكنت بعد كتسحبها وكدير فيها. ما عندناش اشكال بهذا الشيء. حنا قلنا لكم الله يرضى عليكم زيدوا لنا ديك الطريق كاين المسار الواحد ديالها اللي جات على جنبات الواد، راه ما غاديش تستحمل الوزن الثقيل يدوز من تما صافي. ما قلنا لكمش علاش درتو ولا ما درتوش. الوزن الثقيل لا كتهضر على هذه انت هادي 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 على الكرهجه الجنوبيه الجنوبيه هو ديال المطار الجنوبيه. لجنه السير والجولات مشكوره دارت واحد الخدمه كبيره انه العروي كله تغطى بالنوع التشوير اللي غادي يدار فيه، ودارت راه مجموعه من القرارات تاخذت في هذا الاطار هذا. دونك اللجنه غتحاول بالتنسيق مع الجماعه
من بعد ما توفر العلامات ديال التصوير مجموعه من البلايص غنبداو البلايص اللي هما كيشكلوا خطوره في المدينه بالنسبه لحوادث السير، بحال هاد الطريق التحتانيه ديال مقهى المدينه، بحال مثلا جهه هنا بن الهيثم المؤسسه التعليميه بصفه عامه، البلايص اللي هما كيشكلوا خطر بالنسبه للمواطنين. دونك هذا غير هو اصبح ملح انه نكملوا التشوير ديالو، خصوصا انه مجموعه من الحوادث وقعت جهه واد وزاج. راه دوك لي دودان راه تزادوا، داروا لي دودان علاش؟ باش نخفضوا السرعه، وهي راه من كتسمى طريق مداري، نورمالمون طريق مداري ما كيداروش فيه لي دودان. كيتسمى طريق مداري، بحال طريق سريع، اللي غادي يدوز من طرق، ولكن عندنا مجموعه من الاكراهات، عندنا مجموعه من الاحياء اللي كاين على الطريق المداريه اللي تقدر تشكل خطوره على الناس، راك عارف عباد الله قاطعين ما واسمو حددناهم البلايص وغادي نسبوهم من بعد نسبوهم عند بطبيعه الحال عند الشركه داخله في الالتزامات ديالها غادي نسبوهم باش يولوا ممر للراجلين. شكرا. سيد الباشا انا معاكم اللي بوالول ما غاديش يستعملوا ديك الطريق اللي جات على جنبات الواد، راه ما فيها حتى شي اشكال لنظرا راه كتشكل الخطوره عند الطريق. سيد الزاوي هذا المقترح ديالك غادي تسجل، ولكن لجنه السير والجوار تاخذ فيه القرار وتعطيه للمجلس باش يصادق عليه. ما يمكنش ندخلو حنا دابا هو ما كاينش في لجنه السير والجوانب. سيدي باشا القانون هي الممنوع، يعني باش المجلس يتخذ شي مقرر في القضيه ديال السير والجوانب خص الخطوه الاول، الخطوه الاولى اجتماع. واحد الملاحظه اللي كثر خيركم انه ان شاء الله في المرحله المقبله انه خص نحاول ما يمكن نرفعوا في لابريك الخاصه بالشراء ديال هاد الاشارات الطرقيه، لانه ما يمكنش حنايا عندنا العروي تبارك الله واحد الازقه اللي هي وشوارع اللي هي كثيره، مثلا ملي كنجيو كنلقاو 20 سطوب ولا 24 شنو غتغطي لك 12 شارع ولا 10 ديال الشوارع، في حين ان غير شارع الحسن الثاني الا درنا فيه لي سطوب من البدايه حتى النهايه ديالو غادي تكلف واحد الميزانيه كبيره. واذا انا ان شاء الله في الدوره المقبله ولا نحاولوا ما يمكن الا كان ممكن السادة الأعضاء تضيفوا واحد المبلغ مالي يكون مهم شوية على أساس أننا نغطيو، خصوصا أن الحي ديال المسيرة صعيب شوية، هذا قاصح فيه بزاف ديال المشاكل وكاين بزاف ديال لي زانترسيكسيون التقاطعات الطرقية كثيرة، وسيوقعوا تما حوادث السير كثر، بالإضافة إلى مجموعة ديال البايس قرين على بحال حي فرح بحال المهم على أي هذا كيبقى مقترح. بالنسبة لآخر بشأن تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في هذه النقطة، ورغبة منا في تنزيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي 14/13 المتعلق بالجماعات، وخاصة في المادة 120 منه التي جاء فيها تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعالية المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تسميها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، واحتراما كذلك لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجماعي للعروية المصادق عليه من طرف هذا المجلس، وخاصة المواد من 62 إلى 81 منها. فقد حملنا على نشر إعلان بمثابة دعوة لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وهو الأمر الذي استجاب له مجموعة من الفاعلين وتقدموا بطلباتهم، ومن هؤلاء الفاعلين نقترح تشكيل هذه الهيئة على الشكل التالي: على مستوى الفئة الجمعيات جواد الدراوي منظمة الهلال الأحمر المغربية، السيد عبد الرزاق كريم جمعية شباب بوسخان للتنمية الاجتماعية والبيئة، السيدة رحمة بن حمود جمعية الرفقة لذوي الاحتياجات الخاصة، السيد عمر بن سونا الجمعية المغربية للاستثمار، السيد مصطفى الإدريسي جمعية داري للتنمية البشرية، السيد سعيد زرواني جمعية مستقبل حي الفتح، السيد جمال أغلالي جمعية نظافة المساجد من الإيمان، السيد سيف الدين التاج المنظمة الملكية للوحدة الوطنية للدفاع والتوعية، السيد أسامة أبو عزاتي جمعية أصدقاء السلام. وعن فئة الفعاليات المدنية أقترح السيد نجاة الغوز، السيد صبحي بوديح، السيد فؤاد معاشي، السيد حسن زروان، وهم 13 شخصا نتوسم فيهم خيرا للعمل سويا للدفع بهذه المدينه الى كل ما فيه خير وصلاح. واترك الكلمه للمجلس المقر ان كانت هناك ملاحظه ما او.
أو التدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس سيد بشار رئيس المصالح الداخلية والخارجية السد الأعضاء في الشركة. بالنسبة لهذه النقطة هذه تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يعني لائحة الترشيحات كانت أكثر من 13، ولكن واحد العدد اللي يعني لا بأس به. فهمتي؟ هذا العدد هذا إن دل على شيء إنما يدل على رغبة أبناء المدينة في خدمة مدينتهم. وطبعا هذا الاختيار هذا للسيد الرئيس بالمشاركة مع مكتب المجلس، كانت هناك واحد معايير ديال الانتقاء من بين كما ذكر السيد الرئيس في الوقت ديالو، وهاد الناس اللي تقصر راه ما معتبرينش نقصيين. هاد الناس هادو راه كاين واحد اللجنه ديال الهيئه الاقتصاديه والاجتماعيه، فضلنا هاد الناس هادو غادي يكونوا في هاد الهيئه هادي، وهذا الشيء ما كان. وشكرا. المتدخل هيئه المساواه وتكافؤ الفرص، عدد الموافقين 21. وأعتقد أن هو في لجنة المرافق العلمية والخدمات. لا والمفروض له 21. ادمينستراتيف يمكن 15 تواصل، يبقى 21 حاله الناس على الملكيه
اقتناء بشان حاجة راح تدنس واجدة شان آلة شان مطرية تركية. بما أنه إعلان منفعة العامة يعذو دي بلون دميناج هو يعذو يصدق هذا المجلس يعني نهارا أنا أنك المسطرة سلك المسطرة نزع الملكية بشان حاجة المغني دي المجلس دي يا خل بشان الإدارة يا ديني ما همش الموافقة مبدئية ما همش الاتفاق فهي تدي مسطرة نزع الملكية ودخول اقتناء ودي نجن حاجة المغني الوقتية النيو بالنسبة لأملاك مخزنية الغيوض كيس المجلس لغاش الطلب على أساس إيكو بارك النيخ القهوة الذي نهد من الخو تقول التنانق بالسوية 32 كتار خو نهارا ما مسفهم كيس على أساس تسوية تيري ما قرر الجامعة وحدس كان نسأل أنك المستارة نزع الملكية وجيب وقتنا ما هي على أساس تيري 32 كتار وهذا الشيء الكريم هذا أخوض حمكتا وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة في لقاء الرئيس تبقى كذبنا ذاك الأملاك المخزنية وغيس قاسي لقاء الأملاك المخزنية إذا الأملاك المخزنية نوفى أنه دين لجنة الطلب جامعة على ما أعتقد تاريخ غالبه بالضبط المبلغ ثم غادي يعني المساحه يتجاد الخذ تسمح هذه في 3500 ما نفهم زوينتها زي الاملاك المخزنيه الاستشاره ديال الرئيس انه دين المغرب يكمل الجامعه الماره ديال المغرب بالنسبه للجامعات المحليه بناء ما قررت الجامعات المحليه في حدود 2500 فليت بالمجان وتساهم سجن المبلغ المالي لبناء مقر الجامعات مزيان 2500 وبناء مقر الجامعة واسم بدي استغرقت 2500 بيت قد يوقل إيش مساحة طن زيادة يعني غادي تفضل غادة النغ أنه مدام مالنايا يوزن لك مساحة طن زيادة فعلا ولكن مدام نوفى العقارة وديتها 5500 يتسمى ماضي تنظم من أجمع مدرس الجامعة إذن سنغتال الفرصة أنه نفس الوقت ضرب عصفورين بحاجة في نفس الوقت بناء النقل الجماعة في نفس الوقت تسريع المسطرة ولا في التمليس الملكية حتى وجه المدة تسريع الوثيرة لبناء النقل الجماعة وفي نفس الوقت تتوي حتى المساحة المحادية ربما تنفع الباركي ربما تنفع الجردة ربما تنفع حاجة النغلية إن مشان يقدر يحيي إدارة عشان نير في المنطقة إني أو نفس اللي كنت عم يسمو قديس كوميسارية قديس جندار قديس الوقاية المدنية قديس الجامعة مثلا انتهز الفرصة لو حتى المساحة المحادية سجن الثمن اسم بسيط لأنه قد تم الزيوين من الإدارة من الإدارة الملكية قيمة ربما 200 درهم على ما أعتقد يمكن 200 درهم زيوين الملكي الطلب اللي كانت تندار في بلعة الميزانية ما كانش كان تفويت طلب تفويت ولهذا السبب هذا درنا اقتناع لان حتى ما ندير الخبره باش الدرك ما ذكر قلت 42 راه ماشي شي حاجه اللي كبيره في نفس الوقت كان دهزوا الفرصه باش ناخذ القرعه المحاديه ديال ناخذ الى هذا البلاد. شوف اش رشيد بالنسبه للدرك الملكي كانت عندهم موافقه مبدئيه باش نبداو بنا من بعد دارت المسطره ديال التقييم ديال الثمن ديالها راه كاين الدوسي ديالهم هنا في المصلحه ديال التعمير غادي تشوف موافقه مبدئيه حنا كبلديه انا من 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 المقترح ديالي حتى حنا نمشيو نفس التوجه حتى حنا راه بلديه تابعه للدوله مادام عطاونا موافقه مبدئيه نكملوا المسطره نمشيو نبنيو اذا كانت عندنا موافقه مبدئيه غادي نمشيو نبنيو راه حنا الحمد لله في دوله وهذه اداره تابعه للدوله يعني راح حضروا معنا هما اللجنه ديال شوى التيران وعينوا القطعه يعني هذه راه موافقه مبدئيه صافي نكملوا المسطره نمشيو نبنيو وراه كاين التسميه ديال المناطق كانت عندنا مثلا حتى واحد مارشي ديال الحوت سوق يومي كاينه اعداديه ديال وزاره التعليم يعني خصني
دينا هذا الجال واستثمرنا فيها هذه المشاريع بدون مقابل، مثلا بدون ما نشريو هذه البلاد على حسب أنكم ميزانية. هذه إدارة وغنديروا فيها إدارة، والأمانة الميزانية هي حتى هي ديال الدولة، يعني راه من 2016 درنا مجموعة من المشاريع بدون اقتناء على حسب كما دابا حاليا. اللي كان ما عرف إذا كان خدمت وكان دراسة، يعني ما احنا عمرنا دوزنا شي ميزانية على حسب باش نشريو هذا القطاع الاقتصادي اللي غادي ندير فيها الجماعة. الرئيس مشى شخصيا للأملاك المخزنية والتصرف ديالو، الدوسي راه تما في 2015 باقي تما، ما كاين لا جواب لا هذه ولا هذه. إذا حنا غادي ندوزو لاخر واحد المسطرة ولا الطريقة اللي غادي نكون فيها جادين ونسرعوا في الوتيرة ديال لاخر ديال هذا المسطرة اللي درنا في المحوطة والسوق اليومي هي اللي غنديرو حتى دابا. غير سمح لي السي رشيد، الخضر والفواكه حطت في واحد الملك اللي هو مطلب ديال التحفيظ ديال الدوله، واللي كتنصب عليه واحد المجموعه ديال التعرضات ياك ديال الخوف، خاصك تعرف هذه المساله هذه، وبالتالي كانت فيه واحد المجموعه ديال المراسلات على اساس انه يتفوت هذاك الملك من دائره املاك اداره املاك الدوله لفائده الجامعه ديال العروي بثمن ديال 100 درهم للمتر المربع. المشكلة أنه ملي تنجز الملف والتعرض على أنظار وزارة الداخلية كانت فيه مجموعة ديال الملاحظات، ملاحظة أنه ما يمكنش يتم هذا التفويت هذا إلا إلى أنه طهر من جميع الشوائب اللي هي فيه، فهمتيني؟ ألو بقى هذاك الملك اللي هو كان ديال السوق الأسبوعي واللي كانت وضع عليه اليد البلدية، أنه ملي تحول السوق الأسبوعي توضعوا فيه المصالح هذه، فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ الشكل ديال هذا السوق الاسبوعي اللي هو موضوع مطلوب ديال التحفيظ ديال الدوله، ماشي الشكل ديال واحد التيتر اللي هو مطهر وانه الدوله وضع عليه اليد بيديها ورجليها، يعني انا هذاك محفظ مطهر جميع الشوائب وهو داخل في ملكيات املاك الدوله، حتى واحد ما كيسال. الو لا بروسيدور اللي دارت مع مجموعه ديال المصالح الاخرى وهي اللي غادي تسري بالنسبه لينا حنايا نفس الشيء، انه ضروري خصنا نديروا المصادقه على هذه النقطه هذه باش نديروا لها ان بلون ديالها ياك، ديال هذيك ديك لا بارسيل نخصوها ويتطرق واحد الملتمس ديال السيد الرئيس المدير املاك الدوله من اجل الاقتناء. بالتالي كتجي من موراه المسطره ديال الفلوس اللي هو غادي نشوف السومه اللي غادي تخصها لجنه التقويم اداك ديال الاقتناء، بمعنى نوجدوا الاعتماد المالي باش نديروا معاهم المسطره نخلصوهم والارض ديالكم. حنا ملي كدير هذه المسطره هذه ديال الاقتناء وتخرج الموافقه عليها والمسائل ديالها، دونك ما بقاش عندنا مشكل مطروح، يعني ملي كيكون الاعتماد المالي واجد نبنوا. عشان حنا انت دابا كتطرح التساؤل مطروح، واش هاد الناس صادقوا ولا ما صادقوش ديال انك الله يحلو عليك. راه ساري معنا في لحظات ديال الاقتناء، لانه كانوا ما موافقينش ما يسمعوش معنا، ما يقول لك البقعه لا. ايوا غادي نفوتوا المساطير الاخرى، اذا العقار راه واجد خالي، راه المخزنيه راه موافقه مبدئيا، راه حنا في اطار الدوله راه ماشي شي شركه ولا شي حاجه. صافي نكملوا المساطير ديالنا نمشيو نبنيو، علاش غادي نقولوا الصدارة؟ اه الراجل. نمشيو للتصويت. زيد هو زيد خصنا نقعد حرب زيد. سعد. اجتماعات هذه اللجنه
وأعد تقريرا لذلك أترك الكلمة للسيد محمد الفضيلي رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، ربما غير يتلو على مسؤولية التقرير المعيد من طرفه وليتقدم مشكورا. شكرا سيد الرئيس، سيد الباشا، سيدات السادة الأعضاء، الحضور الكريم. تقرير اللجنة المالية والشؤون المالية، تقرير اللجنة الميزانية والشؤون المالية والبرنامج. انعقد يوم الأربعاء 9 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا في مقر الجماعة اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لجميع أعضائها، ويعد دراسة مجموعة من فصول الميزانية خاصة الجزء الثاني منها، وخاصة تلك الفصول التي تم صرفها وبقيت بها بعض الاعتمادات المالية الفائضة، ويتعلق الأمر بالفصول التالية. مثل هادو مشاريع خدموا كاين اللي عنده عامين 3 سنين كل واحد، والمشروع تخدم واللي شط هنا كنجمعوهم كاملين. هذا مجموعة المصاريف راه عقدت في اللائحة. مثلا غادي نبداو من الأمر الأول، إنشاء مبنى الأرشيف الجامعة فيه 2,200,752.70، إنشاء مراحل عمومية 597,222، كنضرب السنتيم. بناء سور مستودع، سور المستودع الجماعي مع مكتب للحارس فيه 2,261,436. تهيئ المرأة البلدي فيه 2,343,233. عندنا اقتناء السيارات والآليات، سيارة المصلحة 455,700. عندنا شراء عتاد وأثاث المكتب 937.53. اقتناء حاويات وصناديق لجميع لجمع النفايات 199,190. شراء العتاد المعلوماتي 228 فرنك. شراء العتاد المعلوماتي 50. مستحقات الدراسة والأتعاب للمهندسين 8,382,000 فرنك. عندنا إنشاء واقية صفوفة لمحطة التاكسيات الكبيرة 326,336. عندنا أشغال بناء الطرق الحضرية كاين 1,978,813. بناء القناطر، القناطر الاعتماد اللي عندنا فيه 143,220 درهم، يعني 14 مليون. المبلغ اللي غادي يتحول هي 5,824,000. هاد 8,497,000 هذيك الكارانتي ديال هذاك الشيء اللي خدم ذاك السيد غادي تخلص فيه عما قارب. بناء القناطير فصل اخر شط منه 7,248,000. بناء سوق السمك شط منه 1,896,000. اشغال تهيئ المجزره شط منه 376,140. المجموع هي 41,537,867. هذا هو المجموع الباقي من المصاريف اللي تصرفت باقي منه هذا باش يمشي لهاد ربعه د الفصول للبرمجه. يمشاو السيارات، الدراجات والدراجات الناريه، شراء دراجتين ناريتين 2,200,000. كنت سمعت شي تساؤلات على هاد الموبيلات، لأن كان عندنا الموبيلات دابا مشاو فيها. مثلا عندنا البارك، البارك غادي يمشي مثلا هنا ويمشي هنا، أرى السيارة أرى السيارة أرى السيارة، إذا كتجي سهلة من الشاف البارك ولا شي حاجة كيشد الموبيلات كيمشي. بحال بيماش بحال شي مسائل هكذا، ماشي كل مرة قالوا الشيفور جيب طوموبيل، عمر المازوت زيد طوموبيل. الموبيلات كينفعوا أغلبية هنا في البارك، الفار كينفعوا بزاف وكاين رونديو سيرفيس وخفيف. هنا عدد التقني شراء حاويات جميع النفايات المنزلية هي 15 مليون،
هذا راه عارفين بان خصنا هذاك الشيء ديال الحاويات ديال النظافه خصنا هذاك 15 مليون اللي دار جدام. عندنا الدراسه التقنيه من اجل نصف الطوبوغرافي لمشاريع الجامعه. عارفين دابا راه كاين مجموعه من المشاريع اللي عندنا في الفائض اللي دار لازم الطوبوغرافي تخلص، لان الطوبوغراف ما غاديش يجي باطلوها خصك تدبر الفلوس باش تخلصو. إذن هاد الفصل هدا كنديرو 10 مليون و 337 هادوك الطوبوغراف. أشغال كبرى لتهيئة المناطق الخضراء والمتواجدة بالمدينة 14 مليون. عندنا مجموعة ديال الشجرة دي هنايا ويتنقاو ويديرولهم الكازون شوية ديال التشجير، أو كاع داكشي لي ديرو خصها الحساس يكون دايما تما باش يحدي داك البلاصة باش تكون عندنا مجموعة ديال هنا ديال الشجرة دي هنايا والكاردة ديال الكبيرة هنايا واحدة خارجة واحدة. المهم هذاك 41 مليون و537 مليون كتجي ديريكت لهاد 4 الفصول. وشكرا. شكرا. غالب الهواء مش عندنا فيهم هاد لي كيسون ديال الحديد. هاد لي كيسون ديال الحديد خصنا نزيدو فيهم، لان على ما كنعرف كاين من 36 حتى 40 حاوية اللي عندنا في لونطوراج ديال العلوي كتبقى غير كافيه، البعض منها مهتري وكاين اللي كاين حتى في البارك. على هذا الاساس هذا راه هاد المونطور اللي حطينا هنايا غير كافي، وهاد هاد اللي كيسوا هذا زعما صراحه الله راه كنا بزاف ديال المشاكل. استغلوا هاد الفرصه وخا نقصوا من بعض الفصول اللي كاين، نقصوا من هاد الفصول هذو ونزيدوا في هاد الشراء ديال الحاويات، لان احنا عارفين المشاكل اللي كاينين في الهواميش ديال المدينه. لولا هاد الحاويات هادو غتلقى يوميا هنا الناس كتحج. جاب الله هاد الحاويات زعما صراحه الله فكتنا بزاف ديال المشاكل. وكاين واحد النقطه اخرى باغي نعرفها لي واحد الساعه انا يلاه كي سمعتها، عندنا 4 ديال الحاويات اللي كاينين في المعمل ديال صوناصيف، يلاه سمعتها مؤخرا. واش حنايا مكلفين بجمع النفايات المنزليه ولا كاين شي نفايات اخرى؟ كاين شت وحده غير هذاك المره. كاينين 4، انا جات الاخبار كاينين 4 في المعمل ديال صوناصيف. انا شت وحده وما 4. نعرفوا فين كاين خالد. نحن في امس الحاجه لهاد الحاويات هذا دابا حنا غير كنسكتوا الناس. مشاكل كثيره في هذا القطاع ديال النظافه، ولكن كما قلت لهم راه غير كنسكتوا الناس. حنا مقبلين على الصيف، الا ما استغليناش كما قلت الفرصه هذه راه غنطيحوا في مشكل. وشكرا سيدي الرئيس. الطوبوغرافي ما هو انشئ قديما ربما ما عندناش الارشيف ديالو في الجامعه، راه على ما اظن ما عندناش شي مشاريع بزاف. والناس اللي كاين الطوبوغرافيين المواطن العادي يمشي يجيب طوبوغرافي يخرج من الناظور حتى لهنا على ما اظن 1100 ولا 1200 درهم، وما بالغ ولا ما يسمى بوند كوموند ربما غادي تسقم عليها هاد المسح يمكن 600 700 درهم الا كان اون كروز هاد الخدمه. واحد الحاجه اخرى حاليا راه تقريبا الاعلام تبارك الله راه التكنولوجيا راه غير التليفون ديالك تابو ماكس جوجل غادي تجبد لي ريفيرونس وتوبوغرافيك ديال المساحات اللي عندنا. يكفي التقنيون اللي عندنا ولا المهندس غادي يجبد لنا كل شيء، راه كل شيء في الماضي. المقترح ديالي غادي نخفضوا من هاد المسح الطوبوغرافي، غادي نخفضوا واحد الثلث ديالو ونزيدوه لهاد لي كيوس. وبالنسبه للباب 30/10/10/20/22 فيما يخص اشغال كبرى، انا فاش قريت هاد الكلمه ديال اشغال كبرى راه تحملي تما 1,400,000 درهم صحابي غدير شي جرده اخرى. واشغال كبرى الاخوان لتهيئة هاد المناطق الخضراء ربما يمكن غير باش غادي تسقي واحد المره راه ما تكفيش هاد 140,000 درهم. اش كتقصدوا باشغال كبرى؟ واش تمقيس ديال الاعشاب ولا التشجير ديال شي حاجه ما كافياش هادشي. وشكرا. اللي قلتي ديال الحاويات عندك الحق، اذا تخدموا هنايا في الاخر في الفارك
عندنا قل الثمن اللي شريناه. لا هذه مزيان. اسمح لي سيدي الرئيس، انا كنقصد اللي عندنا قدام يترقعوا ويترقعوا التكلفه غادي تستقام البلديه ونفيديو نخدموا بهم. كاين البعض غير صالح، يعني ملي كتشوف الحاويه راشيه من تحت الحديد والو، ومنين كيشد الكلاك مشات تهرس اش غتصلح فيها هذه؟ كاين اللي غادي يترقع سي رشيد، كاين اللي يترقع، راه كاين راه رقعنا شي وحدين فعلا، راه صلحنا شي وحدين كانوا هنا محمد، ولكن البعض لو كان شتي انت بعينيك غتقول لي سي رشيد، ولكن استغلوا داك الجوج الصالح الايفيد، لان نقول لك راه ما كاينش اخطر من الاكسيفيا، ديك العصاره ديال الازبال هذيك راه اكثر من الكريزين، اكثر من يعني خطيره، كتاكل الحديد هذا، خاصك كل مره توجد نورمالمون في البارك، خصنا الريزيرف دائما يكون، لان ماشي مساله عاديه وصافي، تهرس دي الاخر، لان شوف شنو وقع لينا في الصين، هادو اللي كتهضر عليهم راهم مهرسين، كتكون فيه غير تقبه ولا شي حاجه، ملي كيهزوا لك الكاميون غادي فيه بالطريق الرئيسيه ولا شي طريق اخرى، انا ما نهضرش على الطريق الرئيسيه، كطيح عليك ديك العصاره كشتي الروح كيفاش كيكون داير، نورمال هادشي كتخلق واحد ما نفكروا في هذا الشيء بجديه، ما غاديش نتزايدوا هنايا، ولكن هذا الشيء راه مهم، انا كنقترح نمشيو لهذا الفصل ديال الاخر سميتها الشغال الكبرى اللي تهيئت المناطق الخضراء المتواجده في المدينه، نقصوا منها ونزيدوا في هذه الحاويات. بالنسبه للارتيكل الاخر سميتها سميتها الوكاله الحضاريه طلبت لنا بليلو في توبوغراف على اساس انه كاين بعض الاحياء غادي لهم اعاده الهيكله، انا كيبان لي هذا الشيء راه عاد قليلات، شتي هاد المونطو اللي تحتنا راه قليل، باش و الا بغيتي تطلعوا على هاد الشيء شوفوا مع السيد التقني يفهمكم في هاد الشيء. اربعه ديال الاحياء في العروي غيدار لهم اعاده الهيكله، اعاده الهيكله اللي معروف هو راه كيداروا لي لوبي فوتوغراف خارج مازال الحضاري ولا داخل مازال الحضاري؟ لا داخل مازال لا ما غاديش ندير قرب قل لا حتى لو غنسد هيك الهكتار راه عطور ما خصك حتى هي الوكاله الحضاريه في البلوك هاد الاحياء اللي كنهضر عليهم راه تي جابلو فيه لا لا هادو جداد داخلين لا لا هادو اذا كانوا داخل في البلون دابيلاجمون هادو غيدخلوا راه داخلين في البلون دابيلاجمون عندهم عندهم لي لوبي انا كنهضر على اعاده الهيكله اي اعاده الهيكله داخل انا كنهضر على اعاده الهيكله خصك دير ليها التوبوغراف من جديد تبان الملاحظات ديال الاعضاء يعني قيمه وفي محلها وخصها تاخذ بعين الاعتبار بالنسبه لاخر المجلس القطاع النظافه فعلا 15 مليون راه قليله السيد الرئيس بالنسبه للي كيسون كاين عندنا واحد الربعه يعني يقدروا يتصلحوا هاد الربعه راه يقدروا يتصلحوا كما قال السي محمد وخصنا نزيدوا وعاوتاني خص اعاده ديال التوزيع كما قال سميتو الاخر كاين شي حاجه بسيطه ولا ما عرفتش ولكن شوف اذا كان شي حاجه من تما تتخذ من تما وندير لهم اعاده التوزيع لانه انا مثلا وهادو خصو يكونوا في الاحياء الهامشيه هذه نقطه بالنسبة للنقطة ديال الأخر ديال مسح التوبوغرافي هادي راه حتى هنا جات لي قليلة ما كرهناش لو كان زدنا فيها لأنه علاش هاد القرار كان عندنا هبة ديال بعض المستوصفات والمواطن جاي يتبرع لك بالآخر بقطعة أرضية هبة كنقول له دير توبوغرافي من عندك ماشي معقولة هذه وحدة زائد إعادة الهيكلة هذه إعادة الهيكلة لقيتها فاش مشينا للوكالة الحضارية كان عندهم شي مشروع ديال إعادة الهيكلة بمنطقة إقليمية كاملة ككل ما عقلتش على الرقم بالضبط ولكن قالوا لك فين كنتم؟ جينا في آخر فين كنتم حتى لهذا الوقت هذا؟ إذا داز التلام إوا شنو؟ خصكم تنسيو أنتم هذا الآخر سميتو بالنسبة للتوبوغرافية تحملوا المصاريف ديالو اذا هذه قليله وما كرهتش ما كرهتش لو كان زدنا معها الدوره ديال لو كان زدنا مع هذا الفصل هذا وكان اقترح بالنسبه لهذا الاخر بالنسبه لهذا شراء الحاويات اذا بغينا نزيدوا ليها نضيفوا ليها من 15 مليون
أنا غنشوف. بالنسبة للشراء والهويات.